اليوم باش نطرقوا لموضوع شاغل بال اهالي المرناقيه المطالبه بارجاع الماء الصالح للشراب والتغيير المفاجئ لنوعيه وجوده المياه. البارح كان حاضر معنا سي منتصر جلاسي عضو المجلس البلدي واللي اعطانا توضيحات حول هذا الموضوع، لكن اليوم السونات تطلب حق الرد. سي سمير ريدان المدير الجهوي لاستغلال المياه بتونس الكبرى، صباح الخير سي سمير. أخيرا أهلا وسهلا، نشكروك على التفاعل متاعك ونشكروك أنك طلبت أنك باش توضح الأمور للسادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا في إذاعتنا. دونك اليوم هالاحتقان الكبير في المرناقية، اليوم يتهموا السونات أنها قامت بتغيير مسالك الماء هذية من المرناقية إلى مناطق أخرى جديدة وقاعدة تهيئ الفترة هذية. اليوم يقول لك نحن المقدرة الشرائية متاعنا ما تمكناش أن نستعملوا مياه معدنية، اليوم طالبين زادة هما تصعيد انطلاقا من هالأربعة وقت اللي توفى امتحانات البكالوريا. هذا كل اللي يحكيوا فيه أهالي منطقة المرناقية. تفضل الخط ليك. شكرا بارك الله فيكم على عطيتونا حق الرد، ودونك تحية للمستمعين ليسان. مرحبا بك سيدي. باش نوضح دونك اللي نحن الشاري يعني لمجابهة ذروة الاستهلاك خلال صيف 2020 وخاصة تدعيم الموارد المائية للمناطق التي تتزود من مياه الشمال اللي هما معتمدية برج العامري وحوازها ومعتمدية المرناقية وحوازها ومعتمدية تبربة وحوازها. دونك برمجنا مشروع التدعيم هذا اللي ديما يدخل في مجابهة ذروة الاستهلاك خلال صيف 2020 وهذا على ضوء ما تم تسجيله في خلال صيف 2018 و2019. ندخل في صلب الموضوع وخلينا نحكيه بلغة المواطن التونسي. اليوم يقول لك الكناليزاسيون تبدلت مشيت لبلاصة أخرى ونحن عنا أحسن كاليتي متاع ماء، هل هذا صحيح وإلا مش صحيح؟ هو بالنسبه لنا احنا المشروع اللي حكيت عليه اللي تحل حيز الاستغلال منذ جوان 2020 هو يهم تدعيم يعني الموارد المائيه بالمناطق اللي ذكرتهم. يعني نحن لا وجهنا ماء، يعني الماء موجود، الماء معناها المياه الشمال موجوده ودعمناها من منظومه المائيه لتونس الكبرى اللي تتزود من محطه معالجه المياه بغدير قله واللي هي تزود حاليا حوالي 3 ملايين ساكن من تونس. سي سمير عندي في نفس السياق اللي كنت احكي فيه انت اليوم، معناها انتم خلطتوا الماء اللي جاي من الشمال مع الماء اللي تتزود به تونس الكبرى باش زودتوا المناطق برج العامري وحوازها مرناقيه وحوازها وتبربة وحوازها. دونك هذا التفسير نتاعك، هذاك علاش الماء الكولور نتاعو تبدل والمطعم نتاعو تبدل، مش على خاطركم قطعتوا الكناليزاسيون اللي متعديه من الشمال وبدلتوها في بلاصه اخرى. هذا حسب كلامك. هذا هو يعني ما قطعناش نحن الكناليزاسيون، الماء موجود ما يسلموا معناها كي يخلط الحدود ولايه بالتحديد المناطق اللي ذكرتهم يعني فيه نقص خاصه في الصيف. نحن يعني قمنا معناها برمجنا المجروع هذا وحطينا حيز الاستغلال منذ جوان باش النقص اللي سجلناه في صيف 2018 و2019 ما يعاودش نعيشوه في الصيف هذه، والمياه يعني مطابقه للمواصفات وصالحه للاستهلاك ويوميا نقوموا بمراقبه معناها المياه هذه وصلاحيتها للاستهلاك. تم استخراج عينه سي سمير، تم استخراج عينه فيما يخص المياه اللي وصل المرناقية، والاهالي يقولوا انه حتى الكلور مش موجود في الماء، معناتها لو اني با تريتي، هذه نقطة الأولى. وبرشا ناس مرضت من جراء الماء اللي يلقاوه اليوم في السبابل نتاعهم واللي هو ماء مدردر، وبعثوا لنا حتى تصاور فيما يخص الموضوع هذا. نحن نقوم يعني بالمراقبة اليومية ونراقبوا خاصة الراتب الكلوري للمياه الموزعة في كامل الجهة كما الجهات نتاع تونس الكبرى، ولم نسجل معناها غياب الراتب الكلوري هذا موجود، والمياه كلها معناها معالجة من محطة معناها غدير قلة، ويقع معناها الخلط نتاعها معناها نظرا المياه تجي من بني مكير معناها من القناة الرئيسية فهمتي، والمياه الاخرى تجي من محطه المعالجه نتاع غدير قلة معناها بصفه انسيابيه من جهه بني مكير، والصروحيه معناها نحن يوميا نقوم بالمراقبه
من ناحية جودة المياه وكلها معناها صالحة للشراب وما فيها حتى مشكل، ونقوم يعني مع معناها في المحاضر نتاع الشركة بالمعناها بالتحاليل اللازمة وكذلك في معهد باستور. لكن مش هذا اللي قاعد يتقال راهو فقط سي سمير، لأنه مهم نوصل لك صوت الناس، مش هذا اللي قاعد يتقال اليوم. يقول لك الماء غير صالح للشراب. ماكي هو على الإجابة نتاعو ديما باش نبني السؤال نتاعي. أنت اليوم سي سمير جوست اسكو تحكي على التحاليل النظرية ولا أنت هبطت على عين المكان وشربت من الماء؟ واحد. اثنين، الناس تسأل علاش ما تمش إعلام البلدية اللي هي تمثل السلطة المحلية، وكان حاضر معنا ديجا سي منتصر البارح، تمثل السلطة المحلية وما تمش إعلامهم بالموضوع. صارت عملية، صار المشروع وصارت المصادقة عليه وبدا المشروع وتبدلت، ولا أنت كما قلت عملية خلط الكاناليزاسيون على ستاتيستيك خدمتوها ل 2019 في نقص في الماء باش تزودوا، وعلاش البلدية ماهيش في الموضوع؟ جوست السؤال هذا كان جاوبنا عليه في سمير. نجاوبك المشروع قائم الذات والسلطة المحلية على في بالها به المشروع هذا، وبعثنا لهم معناها مكاتب ونحضروا حتى في اجتماعات اللي معناها باش يمكنونا من تسهيل معناها الاستغلال يعني كل ما يهم الرخص وال يعني وال كيف مشاكل عقارية. نحن عرضنا نحن من اول البرنامج اللي هو المشروع راهو مبرمج من 2018 ورسلنا الولاية معناها واعطيناها البرنامج نتاعنا التدخل الصيفي معناها وبعث جميع الولايات ديما نحن البرامج معناها التدخل الصيفي نبعثوهم للولايات وهي تقوم يعني بالتوزيع نتاعهم على كيف السلطات المحليه المعتمديات والبلديات. اليوم يعني هذا من الناحيه هذه رانا قمنا باللي تعمل وداير فما معناها مجهودات تعملت من طرف الولايه باش نحن نحطوا يعني المشروع هذا حيز الاستغلال. كيف الكلام اللي قلته عكس اللي تقال زاد وقت اللي كان حاضر معنا شكون من بلدية المرنقية، فقط اليوم جماعة المرنقية هذوما اللي معتصمين، لماذا ما فماش مسؤول يمشي يحكي معاهم يحاول يفسرهم الوضعية؟ وهل انه اليوم الماء الصالح للشراب باش يرجع لهذه المنطقة هذيك والا لا باش تتسرعوا في الاجراءات هذيا انه تصلحوا طبيعة ونقاوة الماء غادي والا لا؟ بالنسبة معناها للمواطنين هذوما نحن في تاريخ يوم السبت في تاريخ 4 جويلية ثم اجتماع في بلدية المرنقية بحضور رئيس الإقليم ووضح للأخيان في البلدية المجلس البلدي، وبتاريخ 5 جويلية يوم الأحد حضرت أنا مدير جهة الاستغلال في تونس الكبرى. صارت تفاعلات من طرفكم معناتها بالضبط، ومجتمع المدني ولاية منوره بحضور سيد الوالي وفسرنا اللي معناها المشروع هذا وفسرنا لهم للأخيان الكل وحكيناهم على العلم كيف من في بعضك بتواصل معناها الاجتماعات. قمنا باجتماع اخر بحضور المدير المركزي والمدير الجهوي ومعنا المجتمع المدني بحضور الوالي. لا اكثر في تفاصيل لانه وقت الاخبار قريب. فقط الناس هذوما وقتاش يولي عندهم ما صالح للشراب؟ هذوما انا فسرتك مخبيرة فسرت اللي نحن الماء هذا صالح للشراب كيما الماء اللي موجود في تونس. الماء اصفر يا سي سمير، الماء اصفر وبعثوا لنا حتى تصاور. نحن ما عندناش حتى نقطة فيها ماء اصفر، ما عندنا حتى نقطة فيها ماء اصفر ولا ملوث، ما عندنا حتى نقطة في اللي حكيتك معناها عليهم هذوما في طبوربة ولا برج العامري ولا في المرنقية. من شنو اللي بعثوه لنا معناتها هما يتبلاو على نحن على السونات؟ نقوموا بتحاليل يومية، كل يوم ناخذوا العينات، نرفعوا العينات ونقوموا بتحاليلها، وإذا كان نوجدوا معناها فما نقاط فيها معناها تلوث ندخلوا سي عين المكان. ما جاوبنيش على السؤال. ما عندناش حاليا. سي سمير ما جاوبنيش على سؤالي، انت تحكي على تحاليل ولا هبطت انت بسلام معناها من كرسيك ولا من البيرو نتاعك مشيت شربت من الماء هذاك؟ سؤال. انا شربت منه. شربت منه وانت انا موجود في المرنقيه توا حاليا، موجود في المرنقيه ونشربوا منه كما نشرب في داري في تونس، كما نشرب في المرنقيه في اي نقطه، يعني لا ميم كاليتي دو هي بيدها جوده مياه اللي حكيتك عليها واللي هي مطابقه للمواصفات التونسيه. ملخص اللي كنت تقول فيه سي سمير ريدين، دونك تقول لي الماء اللي موجود في المرنقيه هو صالح للشراب، فيه المواصفات اللازمه، معناتها نوصلوا الصوره هذه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا اهالي مرنقيه. هذا هو المطلوب. يعطيك الصحه سي سمير ريدين مدير الجهوي لاستغلال المياه بتونس الكبرى من السوناد، مرحبا بك على حق الرد، مرحبا بك في كل وقت، يعطيك الصحه مكيه.